الجواز جواز رسمي من 2017 الى ليومنا هذا، وما جابوش اولاد عشان بس في كلام بيحصل تاني. الخلافات اللي حصلت او القتل او الكلام ده كله زي اي بيت، زي اي بيت بيحصل فيه مشاكل، بيحصل فيه مشاكل ما بين الزوج والزوجة، اي خلافات عادية ده امر طبيعي. خلافات اسريه، خلافات اسريه على اشهار الزواج، على اشهار الزواج من بعد سنه من الجواز، والمفروض ان هو على كلامه وكان على وعوده ان هو هيقول للناس كلها ان هي مراته.